بعد أن عاقبت كورونا كرة القدم بحرمانها من جماهيرها، ها هي اليوم تشدد اللهجة مع المشجعين المتطلعين لاستئناف المباريات. بعدما رفعت بطولات عدة في صورة فرنسا، هولندا وبلجيكا راية الاستسلام بالنظر لفشل كل الجهود في كبح جماح الفيروس الذي قتل أكثر من 200,000 نسمة في العالم. استسلاموا بعض الدوريات للأمر الواقع، ولجوء أخرى لدراسات من شأنها تسهيل مهمة القائمين على المجال مستقبلا في كلتا الحالتين، العودة أو الإلغاء. معطيات تدفع اليوم الجماهير الجزائرية المتعطشة لأفيون الشعوب للتساؤل عن مدى تأهب الهيئات المعنية وحتى الأندية لنهاية هذا الموسم المليئة بعلامات الاستفهام في ظل كل هذا الغموض. نحن الآن مدام الحجر الصحي سائر المفعول وراه مدد إلى 15 تاع شهر ماي إلى 14 شهر ماي، حنا ننتظر هذه التواريخ باش نعرفوا. لحد الآن كان يعني الاتحاد الجزائري لكرة القدم راه يفكر يعني بكل تربص وكل عقلانية باش ما يتشرعش ياخذ قرارات يعني هكذا استبدادية، ولا اليوم القرارات نتاع الاتحاد الجزائري قرارات يعني لكرة القدم لازم تكون يعني حسب المعطيات الموجودة في الميدان. ليبقى في الأخير إنهاء الموسم الحالي بالنسبة لبطولات عدة بطريقة عرجاء مقدمة لبداية آخر أيضا بنفس الطريقة ونفس الصفات، وهو ما يعد طعنة جارحة للعبة التي كانت وستبقى المتنفس الوحيد.